حاج مغاور قال الوقت يا حاج الاسوة بتاعت النهاردة يلا ليه يا حاج مغاور كل يوم كل يوم انا اللي توقع بتاعت النهاردة يا غدا اما فيش الاداء النهاردة خد يا سينا سوق يا ابو ماشي يا حاج يا رغب على كنت يلا دعم الشيد ليه الحاج مغاور جاي يعمل ايه دلوقتي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كل يوم انت يا عم انت في ايه مغاور عايز ايه في ايه في فطير وحمام بالطير فين اللي اعطاه بتاعت النهارده يا عم انت هو اطلع يا حاج مغاور شوف انت عايز ايه يلا اعتمد فضيلك يا حرام يا عم الله انت راجع انا هظبطك جوه تعالى لي انت بتعمل كده ليه يا عم من؟ انت قلت لي انت عايز تاخدها مني انت انا انا بقى عليك اتوكل على الله لا انا اخد يا حبيبي اتوكل على الله يا عم يلا يلا يا عم اتوكل على الله يلا الحاج مغاور قال ايه دلوقتي يا ابني السلام عليكم مين اللي سوا بتاعت النهارده يا حاج؟ يا ابني ايه يا حاج مغاور في ايه يا حاج مغاور؟ عايز اللي سوا بتاعت النهارده يلا ايه يا حاج مغاور كل يوم كل يوم ايوه كل يوم لا مش كل يوم يا عم مش كل يوم هي زي يهدم السبيل ولا ايه؟ يلا احسن انا لسه فاضل شغل ياما معايا محلات ياما يا عم شوفوا خلصوا اديله اي حاجه تلاقي ماشي خلاص كنا منه اديله بقى يا عم عشان عامل ايه؟ اديله اعمل عندك ده وخلاص اصبر احنا مش فاضيين له يا لا يا حاج جهز نفسك لبكره لا بكره ما هي الام عثمان يحفظك السلام عليكم أمك اسمها نفوسة يا حاج انا اللي توقف تحت النهارده يا غدا تضربني يا جاي مش هنتيبك النهارده ما تسيبنيش يلا روح يا ساتر يا رب حاج مغاور جه حاج مغاور جه يا ولاد يا حاج ايه يا حاج مغاوري؟ فين اللي توقف بتاعت النهارده يا حاج؟ طب يا عم مفيش الا ده النهارده خد يلا يا عم على السلامة جهز نفسك لبكره هو كل يوم واحد هو ما تتأخرش ماشي يا عم الحاج سلام ورحمة الله فين يا فاضل الإنسان؟ يابا فين اللي توقف تحت؟ يلا مش فاضيلك عايز الليله عندنا شغل يابا ماشي يا حاج جاي نفسك لبكره كل اعطاه بتاعك الله نعم او الجبون قوم يا رغب على الكرت يا لا نعم الشيد ليه اعمل ايه يا ابني اعمل ايه ايه لك يا حرام عليك كده عم مغاور هات يا ابني المقصر كمل له حلاقه في البيت عم مغاور مش عم مغاور بكره تجهز الفلوس مش هينفع كده عم بكره تجهز الفلوس في معاده يلا سلام